بمبادئها في رصد وفضح والخروقات والريع والفساد. فلن نعطي كرونولوجيا للوضع. اولا تم رصد الخرق، ثم بعد ذلك قمنا بالتأخذ من مصادر إدارية محلية وجهوية، ثم راسلنا جامعة وطنية للتعليم بتازة، راسلنا السيد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في هذا الشأن بتاريخ 2 يوليو 2015، ثم راسلنا في نفس الشهر شهر يوليو الأكاديمية الجهوية، ثم ناقشنا الموضوع في عدة محطات جهويا ومحليا مع المصالح الإدارية، ولكن الأساس ونسجل بكل أسفين تلكؤ الإدارة في تطبيق القانون وتفعيل المصادر، ونسجل كذلك ونديل استمرار استغلال السيد عضو الهيئة الجهوية لإسناد السكنيات لمنصبه واحتلاله للسكن الوظيفي بمدرسة عبد الله قنون خارج المساطر القانونية. إذن هذه الوقفة تأتي احتجاجا قلنا كما قلت على استمرار الاحتلال الغير قانوني للسكن الوظيفي.